امتلك مكتب اداري صف اول على الوزارات والبرلمان. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر كمل معايا الفيديو. انا اسامه من شركه لوكيشنز ديفلوبمنت، جاي اكلمكم على مشروع فيدا بيزنس كومبلكس. احنا موجودين في الحي الاداري قطعه رقم 1، صف اول على مبنى البرلمان والوزارات، وناصيه على مشيخه الازهر ومسجد مصر. الفاسيليتيز اي تي ام ماشينز في الدور الارضي، واليفيتورز، كاميرات وامن وحراسه. شركه لوكيشنز ليها خبره اكتر من 22 سنه في السوق، ما بين عمارات سبريت وتجاري اداري طب في العاصمه. مساحات من اول 23 متر، اسعار بتبدا من 80,000، مقدمات بتبدا من اول 10%، وفتره التقسيط بتوصل ل 8 سنين. لو عايز تفاصيل اكتر كلمنا على الارقام الموجوده على الشاشه او من خلال لينك الواتساب الموجود في الديسكريبشن، وفريق من افضل الاستشاريين العقاريين هيتواصل معاك ويساعدك في اختيار وحدتك. كنت معاكم اسامه من شركه لوكيشنز ديفلوبمنت.